عيالها رحنوا عنها. ايه ده، هي اصلا خلفت؟ دي كمان بتشرب الخل كل يوم على الريق بدل ما تاكل شوكولاتة. عندها قصر ملوكي سعره معدي ال 15 مليون جنيه، والاسطبل الخيل اللي في لندن ده بقى معدي ال 22 مليون جنيه، وعربيات وفيلا كبيرة ومجوهرات وبراندات. حكاية ثروة حورية فرغلي وأسرار من حياتها محدش يعرفها. يا ترى حجم ثروتها كام؟ ازاي جمعت كل الثروة دي؟ حكاية عيالها اللي رحلوا عنها دي ازاي متمسكة بعادات غريبة في حياتها؟ كل التفاصيل دي هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. حياة الفنانة حورية فرغلي ما طلعتش غريبة وبس زي ما الناس متخيلة، لا دي كمان طلعت عاداتها أغرب من حياتها. دي كان من كام ساعة كشفت أسرار مثيرة قوي عنها، عملت جدل كبير، وتقريبا كده نصهم استغربوا كلامها والنص التاني زعل عليها وعلى حظها الوحش في الدنيا. يعني حورية فرغلي ما طلعتش زي البنات بتحب الشوكولاتة والحاجات الحلوة دي، لا عكسهم خالص، بتعشى حاجة اسمها خل. ايوه الخل اللي بنحطه على الاكل، هي بقى كل يوم بتشرب منه على الريق قبل ما تفطر او تدخل بطنها اي حاجه. بتقول ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشربه علشان بستمتع بطعمه قوي. الجمهور سمع كلامها من هنا واستغرب جدا. اما بقى اللي زعل الناس عليها جدا لما قررت تتكفل صغار من ذوي الهمم، والمسؤولين رفضوا وقالوا لها ما ينفعش علشان انتي مش متجوزه، وكمان ما ينفعش تاخديهم معاكي البيت، بس اللي فرح قلبها انها ممكن تتكفل بيهم وهم موجودين في مكانهم فوافقت، وكانت فرحانه بيهم جدا انها تجرب احساس الامومه معاهم. ويا فرحه ما تم، بعد 6 سنين من كفاله ليهم رحلوا فجاه، ودي كانت صدمه كبيره قوي عليها. بس انتوا عارفين ان ربنا بيدي كل واحد حقه في الحياه 24 قيراط، وحظ فريه كان في غناها وثروتها الكبيره اللي عندها، يعني اتحرمت من الامومه وكان حوار منافرها كمان، بس ربنا ادالها شهره وفلوس بالملايين. وعائلتها من اغنى العائلات في مصر، يعني ابوها دكتور جراح كبير جدا وقضى حياته ما بين لندن ودبي، وامها خريجه اداره اعمال، واخوها طيار كبير، وجدها بقى من بشوات اسكندريه، هو الدكتور محمد فرغلي باشا، اول دكتور يفتح عياده اسنان في كيا اسكندريه. طبعا ورثت حوريه فرغلي من عيلتها فلوس كتير، ده غير اللي جمعته من شغلها في الفن وفي مجال الموضه والجمال، علشان هي كان عندها فلسفه في حياتها كده انها تعمل فلوس لنفسها مش هتعتمد على فلوس العيله والكلام ده. فعلا حققت غرضها ونالت المراد، لدرجه ان بقى عندها قصر ملوكي كبير متجهز من احسن واغلى المفروشات والديكورات، وده موقع مميز جدا في ارقى مكان بالقاهره، وسعره فوق قوي معدي ال 15 مليون جنيه. مش بس كده، دي عندها كمان فيلا شرحه وبرحه زي ما بيقول، وقدامها جنينه كبيره بحمام سباحه وعربيات قدامها اشكال وانواع. هي حريه بتعشق العربيات، ومش اي عربيه بتشتريها، دي كانت ملكه جمال وبتحب الحاجه الشيك، فبتختار عربيات فخمه وسعرها غالي علشان مظهرها قدام الناس. ما تعدوش بقى عدد العربيات اللي قدام الفيلا، بيتقال انه اسطول. بما اننا اتكلمنا على انها كانت ملكه جمال مصر، فعايز اعرفكم انها ما بتلبسش غير براندات، وعندها كميه مجوهرات ما تتعدش، غير بقى الدولاب اللي مليان واسعاره دولارات دولارات. الكبيره بقى انها ما شاء الله عندها اسطبل خيل في لندن، واللي حصان في الاسطبل ده سعره عامل 22 مليون جنيه، فما بالكم بقى بالباقي اسعاره عامله ازاي؟ يعني من الاخر كده هي حجم ثروتها كبير قوي، بس للاسف صرفت نصها تقريبا على الجراحات اللي عملتها في مناخيرها. عمركم سمعتوا عن ان موضوع الخل على الريق ده قبل كده؟ هل ممكن تجربوه ولا لا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.